السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا من جديد في كورس CMA Part 2. لسه مستمرين إن شاء الله في جزء Decision Analysis. كنا انتهينا المحاضرة اللي فاتت من موضوع CVP أو Cost Volume Profit Analysis، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في تاني يونت من بارت Decision Analysis وهي يونت 10 الخاصة بموضوع Marginal Analysis. بصوا يا جماعة، قبل ما تبدأ لازم تفهم يعني كلمة مارجينال. كلمة مارجينال أو إنكريمنتال دي عبارة عن الهامش الإضافي، الزيادة اللي هيزيد معايا. هيزيد بقى بناء على إيه؟ لو قلت لك مارجينال ريفنيو فهو الإيراد الزيادة اللي هيزيد معايا بعد بيع يونت جديدة. طيب ولو قلت لك مارجينال كوست فهو الكوست الجديدة اللي هتزيد معايا بمجرد إضافة 1 يونت أو وحدة جديدة يتم إنتاجها. بس يبقى إذن عندك المارجينال ريفنيو وعندك المارجينال ايه كوست، هي المبلغ اللي هيتم إضافته معايا سواء كإيراد ببيع يونت جديدة أو ككوست بإنتاج ايه يونت جديدة. ايه الاناليسيز هنا بقى اللي فات كان المارجنال؟ تعال بقى نشوف يعني ايه مارجنال اناليسيز. الاناليسيز هنا بقى ان انا ابدا اشوف ايه هي الريليشن شيب او العلاقه ما بين المارجنال ريفنيو والمارجنال كوست عشان اوصل لايه؟ اعلى بروفيت او الماكسمايزيشن للبروفيت بتاعي، اعظم الربح بتاعي. وطبعا انتوا عارفين ان ريفنيو اصل الكوست هو الايه؟ البروفيت. فانا النهارده هبدا بقى اشوف العلاقه ما بين المارجنال ريفنيو والمارجنال كوست عشان اشوف انهي بوينت من عدد اليونتس اللي هتديني اعلى بروفيت. بس هي دي اللعبه بتاعت الايه؟ المارجنال. طبعا ليه تطبيقات كتيره جدا بعد ما هناخد الكونسبت بتاعه في اول 2 يونت، اول 2 سب يونت. هنبدا بعد كده في السب يونتس الثانيه بابلكيشن خاصه بموضوع الايه؟ المارجنال اناليسيس. يلا بينا كده نتوكل على الله ونبدا علشان ما نضيعش وقت، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي عندنا اهي ستادي يونت 10 الخاصه بموضوع المارجنال اناليسيس. تعالى كده قبل ما نبدا في اول سب يونت اللي هي الشورت رام بروفيت ماكسمايزيشن، قبل ما نبدا فيها عايزين ناخد ايه؟ ناخد نبذه مختصره كده عن ايه هو المارجنال اناليسيس اللي كنا بنحكي فيه من شويه. بص بيقول لك ايه؟ مارجنال اناليسيس الاو ايكونوميك ديسيجن، هيخلي الناس او هيسمح لنا نقدر ناخد ايه؟ ايكونوميك ديسيجن، قرار اقتصادي صحيح تو بي ميد، ان هو يتم اخذه فعلا، ولكن بيزد اون ايه بقى؟ بصها بروجكتنج، تتنبا بالريزلتس النتيجه اوف ايه؟ فارينج ذا ليفل اوف ريسورس كونسبشنز اند اوت بوت برودكشن. بص بقى لما يجي يقول لك ان حضرتك عايز تتنبا بالريزلتس او النتيجه اللي هتنتج من اختلاف مستويات الاستهلاك للخامات اللي عندك، اللي هي على سبيل المثال كريسورس او العماله، الليفل بتاع مستويات استهلاك الخامات اللي عندك والاوت بوت اللي هيتم انتاجها. ذس وبالتالي بص بقى مارجنال ريفنيو داتا، مارجنال ريفنيو هو الريفنيو الزياده اللي هيزيد معاك بعد ايه؟ بيع يونت جديده. ماشي، ماست بي كومبيرد، لازم اقارنه مع المارجنال كوست، والمارجنال كوست هي الكوست الزياده اللي هتزيد معايا بعد انتاج يونت جديده، مع المارجنال كوست داتا تو ديتيرمين ذا بوينت، عشان تحدد النقطه اللي البروفيت هيحصل له فيها ايه بقى؟ ماكسمايزيشن. بس كده هي دي اللعبه. طبعا اديشنال بيضاف لكده لازم ناخد الامباكت اوف انكم تاكس، لازم ناخد معانا تاثير برضه الضريبه on each level of production. ليه بقى؟ لان الضريبه زي ما حضراتكم عارفين ان هي برسنتج، على حسب الليفل ما هيختلف من الانتاج وهيؤدي لاختلاف الربح الضريبه كمان هتختلف. قال لك ايه؟ ليه بقى لازم اخد معايا الامباكت اوف انكم تاكس on each level of production؟ قال لك must be considered، لازم تاخدها في اعتبارك ان order to بقى لايه بقى؟ to determine، عشان تحدد the profitability at each level، الربحيه بتاعت كل مستوى من مستويات البيع والانتاج. And whether a company will meet its required rate of return، وهل الشركة حققت معدل العائد المطلوب منها ولا لا. اللعبة كلها هنا انك تكمبير المارجنال ريفنيو داتا كومبيرد مع المارجنال كوست داتا عشان حضرتك توصل للبروفيت ماكسمايزيشن، وده اللي هننصب عليه بشدة او اللي هنركز عليه في اول سب يونت عندنا وهي شورت رام بروفيت ماكسمايزيشن. اهي اول سب يونت عندنا وهي الشورت رام بروفيت ماكسمايزيشن، وهو ان انا عايز اعظم الربحيه بتاعتي على الاجل القصير. تعال كده نبدا ونشوف هيعرفنا المارجنال ريفنيو ازاي والمارجنال كوست ازاي. يلا بينا نبدا. في البدايه هيبدا يقول لك ايه؟ مارجنال ريفنيو اند مارجنال كوست. مارجنال ريفنيو قال لك از اديشنال، خدت بالك الاضافيه ها، او انكريمنتال التزايديه اللي زايد مع اللي زادت معايا. Additional revenue or incremental revenue، بص بقى produced by a generating one more unit، ان انا ولدت يونت جديده من المبيعات، one unit of output، انا بعت يونت جديده جالي من خلالها ايراد جديد، فدي كده اسمها marginal revenue. It is the difference، وهي الفرق بقى in the total revenue at each level of output. علشان تفهم النقطه دي كويس لازم تفهم الاول يعني ايه level of output. level of output يعني حجم المخرجات بتاعتي، بمعنى لو انا جيت قلت لك مثلا لو انا هبيع 1000 يونت
فإيراداتي مثلا 10,000 جنيه، أما لو هبيع 1500 يونت فإيراداتي مثلا 15,000 جنيه. فال 5000 الفرق ما بين مبيعات الاتنين ليفل دول هي المارجن أو الإيراد الزيادة اللي هيجيلي لما قفزت من ليفل إلى ليفل. ماشي. مارجنال برودكت، ايه هو المارجنال برودكت؟ هو اليونت الجديده اللي هيتم انتاجها من اليونت بعد ما اصرف خامات جديده. فبيقول لك مثلا افرض ان انا طلعت كيلو خامات من المخزن مع ساعه عماله، فدول الكيلو خامات مع ساعه عماله دي الانبوت اللي انا بدخلها في العمليه الانتاجيه، مقابل دول هينتج انتاج 1 يونت، هي دي اسمها المارجنال برودكت. فبيقول لك مارجنال برودكت هي الانكريمنتال اوت بوت اوبتيند اللي هحصل عليها باي ايه بقى؟ ادينج 1 يونت اوف ايه؟ فاريبل انبوت فاكتور. والفاريبل انبوت بتاعتك اللي هي الدايركت ماتيريال للدايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد. ماشي. كمان بيقول لك ايه، وعايزك تركز معايا في الجمله اللي جايه دي قوي لان هي مركزه مع المثال اللي تحت، ركز معايا. وايل بينما توتال ريفينيو كيب انكريزنج، يعني ايه يا جماعه توتال ريفينيو كيب انكريزنج ويز سيلز اوف اديشنال يونت؟ انا كده كده ببيع اديشنال يونت جديده، طب ما كده كده التوتال ريفينيو هيقعد يزيد، ما انا كل ما ببيع يونت جديده التوتال ريفينيو اللي هو اجمالي الايرادات هيزيد، ده شيء منطقي. It increase by ever smaller amount، وهيفضل يزيد حتى لو بص بمبلغ بسيط هيفضل يزيد برضه. This is reflected in the constantly decreasing marginal revenue، وده هينعكس بقى ان ايه المارجنال ريفنيو هيحصل له ديكريز. يعني ايه بقى المارجنال ريفنيو هيحصل له ديكريز؟ ركز معايا. انت النهارده بتقول لي انا ببيع كميه معينه او كل شويه بزود يونت جديده وببيع بنفس سعر البيع، ايه اللي هيخلي الايراد الجديد الزياده يقل؟ هقول لك عشان حاجه انت قلتها دلوقتي ما ينفعش تقولها، وهو ان انت بتبيع بنفس سعر البيع، ما ينفعش. ليه بقى؟ غالبا يا جماعه لما عميل بيجي لك يشتري منك يونت واحده بتدي له بسعر عالي، انما لما عميل يجي يطلب اوردر كبير بتخفض مع السعر شويه، فكل ما الكميه المباعه زادت كل ما حضرتك ممكن العميل ياثر عليك علشان ياخد الكميه الكبيره دي كلها، فممكن تنخفض بسعر بيعك. والنهارده لو سعر البيع انخفض بعد ما بعت عدد معين من اليونت اكيد الايراد الزياده ببيع اليونتس دي هيكون منخفض، علشان كده بيقول لك لو خفضت سعر البيع طبقا لان الكميه المباعه هتكون كبيره فهيحصل ديكريز للايه؟ للمارجنال ريفنيو. تعال نشوف الكلام ده ظاهر ازاي معايا. بص ازاي بيحصل ديكريزنج للمارجنال ريفنيو. A company has the following revenue data for one of its product. ادي يونتس اوف اوت بوت وادي اليونت برايس. التوتال ريفنيو ادي هو 1 في 580 ب 580. المارجنال ريفنيو هو الايراد الزياده اللي هيجي اللي هو 580. طيب لو بعت 2 يونت، 2 يونت بص السعر بقى عامل كام؟ انخفض 5 دولار من 585 نزل 575. وبناء عليه 2 في 575 التوتال ريفنيو بمليون 150 ب 1150 سوري. عايزك بقى تشوف لي الريفنيو الزياده اللي اتضاف بعد اضافه اليونت الثانيه اللي اتباعت. طيب بص بقى الفرق هنا ما بين ايه؟ ما بين 580 و1150 هو كام؟ هو 570. اهو بص لو حضرتك جربت كده مثلا تجيب كالكليتور ورحت قلت لي ايه؟ ازاي الكلام ده؟ اهو 1150 ناقص 580، بص المارجنال ريفنيو كام؟ 570، وهو الايراد الزياده اللي جالي من البيع اليونت الجديده دي. حلو. طيب تعال نشوف اليونت التالتة لما اجي ابيع 3 يونت بقى. لما اجي ابيع 3 يونت بص انخفضت بسعر البيع ازاي؟ عشان في خصم كميه هنا مثلا، ان الراجل بياخد 3 يونت اكيد مش هديهم له بسعر واحده بس، فعلشان كده الراجل اخد 3 يونت فعملت له خصم وبعت له ب 570. 3 في 570 ب 1710. تقارن ال 1710 باللي قبلها اللي هي ال 1150، بص المارجنال ريفنيو بقى كام؟ 560. عارف ده معناه ايه؟ ان المارجنال ريفنيو هنا بيحصل له ايه يا اخوانا؟ ديكريزنج. سبب ايه الديكريز اللي بيحصل في المارجنال ريفنيو؟ بص عادي يتناقص اهو 560 و50 و40 و30 و20 و10 590 و80 و70 وهكذا، عمال ينخفض ينخفض ينخفض. بيحصل له ديكريزنج ليه؟ علشان مع الوقت حضرتك بتنخفض بسعر البيع، ولكن خلي بالك دايما 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 التوتال ريفنيو في زياده، ايفر حتى لو بايه؟ بسمولر اماونت، ولكن دايما الايه؟ التوتال ريفنيو بيحصل له ايه؟ انكريز. اما المارجنال ريفنيو في بعض الاحيان بيحصل له ديكريز لو انخفضنا بسعر البيع.
عشان كده بيقول لك ايه ريفينيو باي اتسيلف، الريفينيو لوحدها كانوت ديترمين ذا بروبر ليفل اوف اوتبوت. يعني ما تقدرش مثلا تبص على الريفينيو بس وتقول بس هو ده الليفل اوف اوتبوت اللي انا هبيعه 1000 يونت مثلا او 10000 يونت. لا، لازم اخد الريفينيو واخد معاها كمان الايه الكوست داتا، عشان انا مش همي ان انا اعظم الايرادات، لا خالص، انا همي ان انا اعظم الربحيه، والربحيه يعني ريفينيو مايس كوست. عشان كده الراجل هنا بيقول لك الريفينيو لوحدها كانوت ديترمين ذا بروبر ليفل اوف اوتبوت، ما تقدرش تحدد لك الحد الامثل اللي تبيع فيه، ولكن كوست داتا ماست اولسو بي كونسيدرد، لازم تاخد في اعتبارك الكوست داتا. طيب بما ان احنا كده خلصنا، خلاص شفنا المارجنال ريفينيو، تعال نبص على الايه المارجنال كوست. نفس الفكره بالظبط، هي الكوست الزياده اللي هتزيد معايا بعد انتاج يونت جديده. فبيقول لك اذا اديشنال اهو الاضافيه اولسو كولد انكريمنتال كوست انكيرد باي جينيريتنج ايه 1 اديشنال يونت اوف اوتبوت، زود يونت جديده انتاجها، شوف الكوست كتوتال زادت بكام. ماثيماتيكالي رياضيا ات از ذا ديفرنس، هي الفرق ما بين التوتال كوست at each level of output. نفس الفكره بتاعت الريفينيو برضو، يعني لو جيت قلت لك مثلا انا هنتج 1000 يونت ودول هيكلفوني مثلا 5000 جنيه، او هنتج 2000 يونت دول هيكلفوني مثلا 7500 جنيه، الفرق ما بينهم 2500 جنيه هي الايه المارجنال كوست ما بين الليفل ده والليفل ده، او ما بين الطاقه الانتاجيه دي والطاقه الانتاجيه دي. اتفقنا؟ طيب تعال بقى نشوف حاجه احنا عارفينها كويس. حضراتكم عارفين كويس ان المفروض ان الفاريبل كوست بير يونت اللي هي بقى المفروض هتبقى المارجنال معايا بعد ما انتج يونت جديده، المفروض بتفضل ثابته، الا اذا حصل ان العمال اخذوا افيشنت او اخذوا مهاره ما كانتش موجوده قبل كده. فاحنا طبعا عارفين ان العمال مع الوقت الافيشنسي بتاعتهم بتتحسن، فيقدر ينجز اليونت في وقت ليبر اقل، فيبقى الدايركت ليبر هنا اللي هي جزء من الفاريبل كوست هتنخفض، وكمان يقدر يوفر في الخامات وهو شغال لانه بقى محترف، فكمان الدايركت ماتيريال ممكن تنخفض. وده معناه ايه؟ معناه ان المارجنال كوست بزياده عدد اليونتس ممكن العمال يبقوا كفاءه اكتر وخبره اكتر، فتلاقي المارجنال كوست بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ديكريز او بتنخفض بير يونت. انما كتوتال لا، لازم التوتال تزيد، انا بتكلم عن مارجنال كوست هي بير يونت، فلازم يحصل لها انخفاض في البدايه شويه. طيب بعد كده، بعد كده هتلاقي الكفاءه راحت والعمال خلاص بداوا ايه يعتادوا على اللي هم بيعملوه، فممكن يتجاوزوا شويه وتلاقي الايه بدا يتدلع شويه في الشغل، فتلاقي تاني الايه الدايركت ليبر بير يونت زاد شويه لان العامل بدا يرجع تاني ياخد وقت اكتر، بدا يهدر في خامات اكتر، فتبص تلاقي المارجنال ايه كوست بدات تعلى تاني. الله، هي الكفاءة راحت فين؟ قال لك الكفاءة دي كانت لحد نقطة معينة وبعد كده بتختفي شوية شوية تاني. تعال نشوف. بيقول لك تيبيكالي عادة يونت كوست اللي هي الكوست بير يونت بقى ديكريز فور ا وايل، لفترة زمنية قليلة. فور ا وايل هنا يعني فترة زمنية قليلة. از ذا بروسيس بيكام مور افيشنت، ليه؟ لأن العملية الإنتاجية هتبقى كفاءة. بس certain point، ولكن بعد نقطة معينة however the process become less efficient، تاني هيبقى أقل كفاءة واليونت كوست هيحصل لها إيه؟ increase. علشان كده هتبدأ تلاقي المارجنال كوست بير يونت بتزيد بتقل بتقل بتقل، الكفاءة بتاعت الناس بتزيد فالكوست تقل وفجأة ترجع تعلى تاني. عشان كده while total cost increase gradually for a while، كده كده total cost هتفضل تزيد بالتدريج، ولكن at some point في نقطة معينة it began to ايه to ترجع to increase بس sharply. خلي بالك انا بتكلم على total cost، وفي فرق ما ان هي increase gradually بالتدريج. طب ليه هت increase gradually بالتدريج؟ هقول لك ليه، علشان المارجنال كوست بدأت تنخفض، فالزيادة في التوتال كوست زيادة بسيطة لان الكوست الاضافية الجديدة بانتاج يونت جديدة بقت منخفضة لان العمال بقوا كفاءة. بعد النقطة دي ما ترجع وتلاقي الناس بقوا ليس افيشنت واليونت كوست هتبدا تنكريز، يقوم التوتال كوست يحصل له ايه؟ انكريز، ولكن بشاربلي، بايه؟ بحدة. يبقى اذا في فرق من الانكريز جريدولي بالتدريج وفي فرق من الانكريز ايه؟ شاربلي. This is reflected in بقى decreasing then increasing the marginal cost. طيب decreasing دي بتصاحب الانكريز جريدولي، وانكريزنج دي بتصاحب الانكريز ايه؟ شاربلي، في الايه؟ في المارجنال كوست، لان المارجنال كوست لما كانت بيحصل لها ديكريز كانت بتادي الانكريز بشكل متدرج في التوتال كوست، ولما المارجنال كوست بدا يحصل لها انكريز ادت الى انكريز شاربلي بحده في الايه؟ في التوتال كوست. تعال نعمل اللعبه ديت في ايه؟ في مثال. تعال نشوف المثال ده على المارجنال كوست بيهيفير. تعال نشوف.
The company from example 10 1 اللي هو المثال اللي فات، ما احنا كان عندنا المثال اللي فات ده في الريفنيو بتاعت الشركه. نفس الشركه بقى تعالى نشوف الكوست بتاعتها. بص بيقول لك has the following cost data for the product. For simplicity وعشان نبسط، each unit of output require exactly one unit of input. يعني كل unit of output محتاجه مثلا كيلو خامات وخلاص، للتبسيط يعني. تعالى نشوف units of output، وادي الكوست ايه، اليونت كوست، وادي التوتال كوست، وادي المارجنال كوست. نفس اللعبه، بص هنا واحد في 570 كوست بير يونت، دي بقى اليونت كوست بقى، فتدي لك توتال يونت كوست 570. المارجن الزياده اللي زاد معايا بانتاج يونت جديده هي ال 570. تعال بقى شوف لما انتجت 2 يونت، بص اليونت كوست انخفضت ازاي من 570 الى 405. اصل العمال بقوا كفاءه وخبره فبداوا يوفروا، فتلاقي التوتال كوست بتزيد، بس بتزيد جرادولي بالتدريج، واخد بالك. والمارجنال كوست بيحصل لها ايه هنا، بتنخفض، بقت 240. وخلي بالك ايه ال 240 دي، هي عباره عن ايه، عباره عن 810 ناقص 570 اهو، 810 ناقص 570، بص 240. يبقى اذا المارجنال كوست هي الكوست الزياده اللي بتزيد معايا باضافه عدد يونتس جديد. طيب تعال نشوف اليونت الثالثه، بعت 3 يونتس، يونتس اوف اوت بوت اليونت التالتة. بص كده التوتال كوست بتاعت اليونت بقت كام؟ 340، واخد بالك؟ وبالتالي اهي بتنخفض اهي، لان العمال بقوا كفاءة اكتر. فتبص تلاقي التوتال كوست بتزيد، ولكن انكريزد جرادولي بالتدريج من 810 الى 1020. الفرق من 810 ل 1020 هو المارجن الجديد اللي هيتضاف، هو 210، واخد بالك ان المارجنال كوست بيحصل لها ايه؟ ديكريز اهي. ماشي، عند 4 يونت بص الكفاءة بتزيد أكتر 305، وهكذا. بص عند 5 يونت الكفاءة بتزيد أكتر 287، 6 يونت الكفاءة بتزيد أكتر 279، 7 يونت ثباتنا على الكفاءة، واخد بالك من الثبات هنا. بص بقى عند 8 يونت إيه ده، بقى يرتفعوا تاني أهو، شفت بقى هنا الكوست رجعت ترتفع تاني. ولو خدت بالك هتلاقي المارجنال كوست هنا من 270 زادت بقت كام، بقت 319. ده هيؤدي الى انكريز في التوتال كوست، بس انكريز ايه بقى يا شباب، ها انكريز ايه، شاربلي بقى. تعال نشوف، شايف التوتال كوست هنا من 2200 بقت 2600، 3100، 3500، 4000. شايف الزياده الشاربلي عامله ازاي، زياده بحده يعني. فبص هنا هتلاقي الايه، اليونت كوست رجعت تزيد 284، 295، 310، هنا 327، 340. شايف المارجنال اليونت كوست رجعت تزيد تاني ليه؟ قالك خلاص الكفاءه انتهت، هيرجعوا تاني يبقوا مش كفاءه، وبالتالي بناء عليها هتلاقي المارجنال كوست هي كمان بدات تزيد. بص 319 اهي، من 279 ل 319، 83، 497، 500، خدت بالك؟ شفت بقى؟ يبقى اذا ده بيعبر بشده عن الايه؟ عن القصه دي، ان اليونت كوست هيحصل لها ديكريس فور اوايل، لفتره زمنيه محدوده. ليه بقى؟ لان البروسيس هتبقى بيكام مور افيشنت، اللي هم الشويه الاولانيين دول كده لحد هنا. حلو كده؟ تمام. ايه اللي هيحصل بعد كده بقى؟ هيقول لك ايه؟ باست سيرتن بوينت، ولكن بعد نقطه معينه ذا بروسيس بيكام ليس افيشنت، واليونت كوست هيحصل لها انكريز تاني، اللي هم الايه؟ المجموعه من اول هنا كده. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب انا كده دلوقتي خلاص درست تاثير المارجنال ريفنيو، ودرست تاثير الايه؟ المارجنال كوست. اللي بيحصل في المارجنال ريفنيو هي الايراد الزياده اللي بيزيد معايا بمبيعات يونت جديده، والمارجنال كوست هي الكوست الزياده اللي هتزيد معايا بانتاج يونت جديده. المفروض بقى دلوقتي ان انا اعمل حاجه اسمها بروفيت ماكسمايزيشن، وهو ان انا ابدا اقارن المارجنال ريفنيو مع المارجنال كوست علشان اشوف انهي نقطه من المبيعات اللي فيها اعلى بروفيت. تعال نشوف بروفيت ماكسمايزيشن. هتلاقي في البدايه بيقول لك ذا فيرمز جول از تو ماكسمايز بروفيت نوت ريفينيو. انا مش عايز ازود المبيعات، انا عايز ازود الارباح، فما اروحش ازود مبيعات وقدام اقعد ازود مبيعات ازود مبيعات والتوتال كوست تزيد معايا بشده فلاقي الربح منخفض. لا، انا عايز ايه؟ اعظم الربحيه بتاعتي. وبالتالي ساس مارجنال ريفينيو داتا ماست بي كومبيرد، لازم تتقارن مع المارجنال كوست داتا عشان تديترمن ايه؟ ذا بوينت اوف بروفيت ماكسمايزيشن. بص بقى القاعده العظيمه دي هتقول لك ايه؟ Profit is maximized، هتعظم الربحية بتاعتك at the output level where ايه بقى؟ marginal revenue equal marginal cost. يعني اذا البروفيت امتى يحصل له ماكسمايزيشن؟ لما المارجنال ريفنيو اللي هي الايراد الجديد اللي هيتم توليده ببيع يونت جديده يساوي المارجنال كوست، اي الكوست الجديده اللي هيتم اضافتها بايه؟ بانتاج يونت جديده. بياند ذيس بوينت، طب وبعد النقطه دي اللي هي انهي نقطه؟ النقطه اللي هيتساوى فيها المارجنال ريفنيو مع المارجنال كوست. بعد النقطه دي انكريزنج برودكشن، لو زودت الانتاج اكتر من كده ذا ريزلت از ان ايه بقى؟ ان ليفل اوف كوست سو هاي، هترفع التكلفه جامد، ذات ذا توتال بروفيت از دايمنشن، وهتبص تلاقي البروفيت بيحصل له انخفاض.
تعالى بقى نشوف انهي نقطة اللي فيها المارجنال ريفينيو تساوي المارجنال كوست. مش احنا كان عندنا اتنين مثال من شوية، واحد للمارجنال ريفينيو وواحد تاني للمارجنال كوست، هندمجهم مع بعض في المثال ده علشان نقدر نشوف انهي نقطة اللي فيها البروفيت ماكسمايزد. تعالى نشوف following from examples، مثال 10 واحد اللي هو بتاع المارجنال ريفينيو ومثال 10 2 اللي هو بتاع المارجنال كوست. هنيجي نعمل ايه بقى؟ comparing the company's marginal revenue and marginal cost data allow it، هيسمح للشركه بقى to determine the point of profit maximization. تعال نشوف. بص لازم تفرق بين المجموعتين دول، دي مجموعة المارجنال ودي مجموعة التوتال. مجموعة المارجنال مثلا هتلاقيها واخدة المارجنال ريفينيو والمارجنال كوست، تطرحهم من بعض فيطلع لك المارجنال بروفيت. طيب ومجموعة التوتال دي دايما واخدة التوتال ريفينيو والتوتال كوست، عشان تطرحهم من بعض يدي لك التوتال بروفيت. تعال نشوف. انا النهارده في الريفنيو في البدايه قلت ان المارجنال ريفنيو بتاعتها هيحصل لها انخفاض، بص 580 و60 و50 و40 عماله تنخفض. حلو. وبعدين المارجنال كوست بتاعتي حصل لها في البدايه ان هي كانت زياده، وبعد كده العمال بقوا كفاءه فبدات الكوست تنخفض 240 210 200 215 وهكذا وهكذا، وبعدين رجعت ترفع تاني 319 383 445. بس خلي بالك الرفعه دي معاها زياده في عدد اليونت المباعه، فهي دي بقى الفاكتور او العامل الثالث بتاعنا اللي هو اليونتس اوف اوت بوت، هي اللي هتاثر معايا في القصه دي. هنا الربح كام يا شباب؟ 45. طبعا دلوقتي حد هيقول لي بس ازاي الربح 45؟ هقول لك ما هو 45 ده وبعد كده هتبدا تقلب ماينس بعد كده، علشان كده الراجل فوق هنا خلي بالك قال لك بياند ذيس بوينت انكريزنج برودكشن ريزلت ان ليفل اوف كوست سو هاي، ان الكوست هتكون عاليه جدا اهو 497 567 سو هاي ذات ذا توتال بروفيت. ايه اللي هيحصل له؟ هيحصل له انخفاض. وبالتالي مش عايزك هنا تقول لي طب ما الكوست فوق كانت عاليه قوي، هقول لك ماشي بس دي كانت يونت واحده، انما انا هنا بتكلم في ايه؟ 10 يونت، فيونت واحده في 570 مش زي 10 يونت في 445. ماشي. بعد كده هتبدا بقى ايه؟ تبدا تبص على التوتالات بقى. طبعا التوتالات هنا اللي هو بيضرب 1 في 580 دي ب 580 او 1 في 570 ب 570، يعني كان الكولومز بتاعت التوتالات دي عباره عن عدد اليونتس مضروبه يا اما في الريفنيو يا اما في الكوست. هتفضل تمشي كده هتبص ان اعلى ربحيه عندك اللي هي 2250 دي كانت فين؟ كانت لما المارجنال ريفنيو 490 في اكتر نقطة فيها اقتراب بالايه؟ بالمارجنال كوست اللي هي كام؟ 445. يبقى اذا النقطة دي كده ببساطة شديدة هتبص تلاقي هي اللي عندها دي اعلى ربحية. بس يبقى اذا المارجنال بروفيت او البروفيت امتى يحصل له ماكسمايزيشن؟ لما المارجنال ريفنيو تساوي المارجنال ايه؟ كوست. عشان كده بيقول لك بياند ذا بوينت of beyond the output level of 10، يعني بعد ال 10 ديت marginal profit is negative. واخد بالك اهو. Note that خلي بالك this is by definition the point of highest total profit، ولو رجعت كده بصيت بقى هتلاقي ان النقطة دي بتاعت ايه؟ اعلى profit. بعد كده هيبدأ البروفيت يحصل له ايه؟ انخفاض. بس يبقى انا ببساطه شديده كده قدرت بقى اعمل اناليسيز ما بين المارجنال ريفينيو والمارجنال كوست عشان اوصل لاكتر نقطه فيها بروفيت ماكسمايزيشن. القاعده عندنا تقول لك امتى تعمل بروفيت ماكسمايزيشن؟ لما المارجنال ريفينيو تساوي المارجنال ايه؟ كوست. طيب تعالى بينا نشوف القصه دي بشكل رسم البياني كده عشان نقدر نشوف شكلها على الجراف عامل ازاي. تعالى نشوف الاول. بيقول لك شورت ران كوست ريليشن شيب. طبعا حضراتكم زي ما انتم عارفين ان الكوست behavior او الكوست ريليشن شيب بتنقسم الى variable cost و fixed cost، والفيكسد كوست فيها فيكسد كوست كتوتال وفيكسد كوست كافريج بير يونت، وكمان الفاريبل كوست فيها فاريبل كوست كتوتال وافريج فاريبل كوست بير يونت، وان كل واحده من دول كان بيكون ليها بيهيفير مختلف، واعتقد كنا رجعنا النقطه ديت قبل كده. تعال نشوف بيقول ايه. To make marginal analysis meaningful، عشان يكون المارجنال اناليسيز اللي عملناه ده meaningful يعني ذو معنى او ذو قيمه، total cost must be broken down، لازم تقسم الكوست بتاعتك broken down، تقسمها لجزء fixed وجزء variable component. طب ليه يا شباب؟ لان زي ما انتوا عارفين ان total fixed cost طول ما انا جوه في الطاقه الانتاجيه بتاعتي هي ثابته، اما الفاريبل كوست هي اللي هتتغير معايا بانتاج يونت جديده او هتبقى ثابته بير يونت، فكل واحده من دول ليها فيكسد او مش بلاش بقى نقول فيكسد بقى، ليها بيهيفير او سلوك مختلف عن التاني، فلازم حضرتك تقسم دي لوحدها وتقسم دي لوحدها عشان تقدر تدي لك بيج اف اناليسيز محترم. تعال نشوف الكوست اناليسيز ده بيقول ايه. following from example 10 3 اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي فات، الراجل هنا هيبدا ياخد الكوست بتاعتنا، يعني واخد بالك كده ده المثال ده كان فيه كوست اهي صح. تعال بينا نشوف الكوست بتاعتنا هتمشي ازاي.
cost analysis reveals هيوضح لنا ايه بقى ذات the point that the point the inputs to the company's process have the following cost structure. طب هو يقصد ايه بالانبوتس يا جماعه؟ inputs هي مدخلات العمليه الانتاجيه. طب ما تقول الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد والفيكسد اوفر هيد، فالاربعه دول اللي هم الانبوت كوست بتاعتي دي هي اللي المفروض هقسمها الى بقى دايركت ماتيريال ودايركت ليبر وفاريبل اوفر هيد وهسميهم فاريبل كوست، وعندي الفيكسد اوفر هيد وده هسميه لوحده الايه الفيكسد اوفر هيد او هسميه الفيكسد كوست. المهم تعال نشوف، بص بقى ادي عدد اليونتس اهو، هتلاقي عندك توتالات وبعدين فيكسد كوست لوحدها وفاريبل كوست. كل واحده فيهم هتبص مثلا تلاقي الفاريبل كوست مره بالتوتال ومره كافريج بير يونت، وكمان الفيكسد كوست هتلاقيها مره بالتوتال ومره كايه كافريج بير يونت، وبعدين هتبدا بقى تشوف المجموع بقى كله مع بعضه في الاخر، يعني مثلا ايه 300 و270 اهي كام 570، 300 و270 اهي برده كام 570، 300 و510 هي ال 810 دي، هتبص بقى ايه تلاقي 300 و255 لا انا اسف 150 و255 هي ال 405. فتعالى كده نتفرج شكلهم عامل ازاي. لو انت جيت بصيت كده اول حاجه سيبك من عمودات التوتال، خلينا نركز مع الفيكسد كوست لوحدها مره بالتوتال ومره بالافريج، وبعدين نشوف الفاريبل كوست لوحدها مره بالتوتال ومره بالافريج. اللي انا اعرفه يا جماعه ان الفيكسد كوست بالتوتال بتبقى ثابته، وانتم بتتفقوا معايا في المعلومه دي تماما، فهتبص تلاقي ايه 300 300 300 بتتغير ثابته. طبعا طول ما انا جوه الريليفانت رينج، عشان كده العنوان بتاعنا في الاول بيقول ايه شورت ران، انما احنا متفقين مع بعض ان اي كوست هيجي عليها يوم من الايام وتتغير على اللونج ران. طيب تعالى بقى نشوف الافريج كوست او الافريج فيكسد كوست. طبعا حضراتكم عارفين ان الفيكسد كوست كتوتال رقم ثابت، لما باجي اوزعه على عدد يونت بيزيد فنصيب اليونت بيقل، علاقه عكسيه. يعني مثلا لو هنا يونت واحده يبقى نصيب اليونت ال 300 كلها، لو 2 يونت هقسم ال 300 دي على 2 فيصبحوا 150، لو 3 يبقى نصيبها 100 وهكذا. بص 75 60 عماله تنخفض كافريج بير يونت كل ما عدد اليونت بيزيد. حلو جدا، تعال نروح للفاريبل كوست. الفاريبل كوست، الفاريبل كوست كتوتال وكبير يونت، كتوتال هي بتزيد بعدد الوحدات المنتجه، فاحنا عارفين ان الفاريبل كوست كتوتال فيها زياده طرديه او زياده دايركتلي في نفس اتجاه عدد اليونت لما بتزيد. فتلاقي التوتال فاريبل كوست بص بقى 270 510 700 عماله تزيد 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 كل ما الكميه المنتجه تزيد. طيب تعالى بقى نروح للايه الافريج كوست بير يونت. احنا اتعلمنا قبل كده في بارت 1 ان الافريج كوست بير يونت بتبقى ثابته، او اسف بقى الافريج فاريبل كوست بير يونت بتبقى ثابته. ليه؟ اليونت بتاخد معايا نفس المبلغ، بس احنا اتفقنا من شويه ان في البدايه العمال هيبقوا كفاءه، وده هيخليهم يوفروا في الوقت ويوفروا في الخامات، فتلاقي الفاريبل كوست بير يونت بيحصل لها ايه بتنخفض لحد ما هتوصل عند نقطه معينه والكفاءه بتاعتهم هتروح وهيرجعوا زي الاول، فتلاقي الايه الفاريبل كوست بير يونت رجعت تزيد تاني. بص اهي 270 بتنخفض، 255 بتنخفض لان العمال بقوا كفاءه، بتنخفض 227، وبعدين بص ايه اللي هيحصل لها بقى هترجع تزيد تاني. بص 229 236 247 260 80 300 322 وهكذا. حلو، مع ان الاساس بتاعها ان احنا عارفين ان هي بتفضل ثابته، ولكن احنا هنا بناخد في اعتبارنا الافشنسي بتاعه البروسيس، وان هي بتتحسن في الاول لفتره زمنيه معينه فور اوايل زي ما قلنا، ولكن باست سيرتن بوينت بعد نقطه معينه بترجع تزيد تاني. حلو، بس دي كده بعد انا ما قسمت الايه الفاريبل كوست، بقسمت التوتال كوست بتاعتي الى فيكسد كوست وايه وفاريبل كوست. طبعا التوتال زي ما انتم شايفين ان التوتال كوست ان توتال هتفضل برضه تزيد، وكافريج هتبدا برضه في الزياده، وبعدين هتنخفض شويه 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 شويه. طب بتنخفض ليه؟ بتنخفض عشان مع كتر عدد اليونت نصيب اليونت الواحده من من الفيكسد كوست بيقل، وكذلك الفاريبل كوست الافشنسي بتاعت العمليه الانتاجيه بتتحسن شويه، وبعد كده هترجع تاني ايه تثبت شويه هم، وبعدين ترجع تزيد بقى تزيد تزيد 200 اهو. ليه بتزيد؟ عشان الفاريبل كوست رجعت زادت تاني. تعالوا بقى نعمل نفس اللعبه دي، ولكن هنعملها على رسم بياني او نعملها على جراف. يلا بينا نشوف. بيقول لك اهو this relationship can be depicted graphically as follow. بص عندنا كام جراف؟ اربعه. اللي هم ايه الاربعه دول؟ ادي المارجنال كوست والافريج توتال كوست، اللي هم دول ادي الافريج توتال كوست اهو، والمارجنال كوست والافريج فاريبل كوست والافريج ايه فاريبل او الافريج فيكسد كوست. تعالى بينا كده نتفرج عليهم. بص لو انت ركزت معايا كده ناخد واحد واحد. هات لي كده الافريج فيكسد كوست اللي هو الصغير اللي تحت ده، شايفه عامل ازاي؟
ادي الافريج فيكسد كوست اهي. طبعا احنا عارفين كويس قوي ان الافريج فيكسد كوست بتعمل ايه، بتيجي كده من البدايه من اعلى نقطه ليها، لان عدد اليونت هنا واحد، وعند عدد يونت واحد اليونت الواحده دي هتلبس ال $300 كلهم زي ما شفنا فوق اهو، واحد يونت هنا عامله $300، وبعد كده هتبدا تنخفض كل ما عدد اليونت بيزيد. تعال نشوف، بص بص الكوست عماله تنخفض تنخفض تنخفض، كل ما عدد اليونت اللي بيحصل له بتزيد اهو، شايف؟ وطبعا كنا بنقول ان الافريج فيكسد كوست هنا بتفضل تنخفض لحد ما تقرب من محور اكس اللي هو المحور الافقي ده، ولكن مستحيل تلمسه. حلو قوي، تعال نشوف الكلمتين دول مكتوبين ازاي. اهو بص، ده تكمله المثال. average fixed cost decline for as long as production increase، اهو عمال يديكلاين ينخفض ينخفض اهو، كل ما البرودكشن ايه او عدد اليونت او الاوت بوت على المحور الافقي بتزيد، ماشي. this is because لان الفيكسد اماونت اللي هي $300 of cost is being spread over، هتنتشر او هتتوزع على more and more units، وده اللي بيؤدي لان هو عمال ينخفض. ايه كمان بيقول لك؟ average fixed cost is thus an a sympathetic function. sympathetic functions يعني بيتقارب او مقارب جدا، مقارب من مين؟ always approaching، بيقترب اكتر لايه؟ لx axis، لمحور x، without ever intersecting it، بدون ما يتقاطع معاه، مستحيل يتقاطع معاه. عارف يعني هنا هيفضل يقترب من المحور ده وممكن يقرب بص منه جدا، ولكن يتقاطع معاه مستحيل، لان لو تقاطع معاه يبقى وصل ان الايه الافريج فيكسد كوست بير يونت زيرو، وده مستحيل. طيب تعالى نشوف واحد تاني كمان، تعالى نشوف الافريج فاريبل كوست. شايف الافريج فاريبل كوست اهو؟ تمام، تعال تامله مع بعض كده، شايفه عامل ازاي؟ افريج فاريبل كوست بدا هنا من تحت ال 300 بشويه، اللي هي كانت 270 جنيه، اهي 270 بدا 270. طبعا احنا واخدين عليه يا جماعه ان الافريج فاريبل كوست بير يونت فيكسد، فكنا بنرسمه خط مستقيم كده على طول كده موازي للمحور الافقي، ولكن زي ما اتفقنا ان الافريج فاريبل كوست ده ايه اللي هيحصل له؟ هيبدا الاول عالي شويه اهو، وبعدين تبدا العمليه الانتاجيه تتحسن، فيبدا ينخفض 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 لغايه ما يوصل لاقل نقطه، وبعد كده يرجع يرتفع 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 يرتفع. اهو تعال نشوف، بص بيقول لك ايه. average variable cost decline quickly، علشان العمليه الانتاجيه الافشنسي او الكفاءه فيها بتتحسن، فالناس بيوفروا في الوقت ويوفروا في الخامات. and then gradually being increased، وبعد كده رجع يزيد تاني اهو، بص حصل له ايه؟ average variable cost اهو حصل له decline quickly بسرعه، وبعدين رجع gradually بالتدريج بيزيد. طيب ايه تاني؟ كمان بيقول لك افريج فاريبل كوست از ات اتس لوست، في اقل مرحله ليه، شايف اللي هي اقل لوست بوينت، اقل نقطه ليه اللي هي تحت دي، مالها بقى؟ قال لك وير مارجنال كوست كروس ات، لما المارجنال كوست تتقاطع معاه. شايف انت بقى المارجنال كوست اللي هو فوق ده هنتكلم عنه في الاخر. بص المارجنال كوست اللي فوق ده تقاطع هنا مع ايه؟ مع الافريج فاريبل كوست تحت اهو، في اوطى نقطه او اقل نقطه ليه في الكوست. وبعدين بعد ما تقاطع مع المارجنال كوست قال لك بتوين 5 اند 6 يونتس، فانت حضرتك لو بصيت على نقطه التقاطع دي وعملت اسقاط هنا كده هتلاقيها ما بين 5 يونت و6 يونت. تمام، this is confirmed، واقدر اكد لك على الكلام ده by reference to the data in the table. ليه بقى؟ لان ما بين 5 و6 يونت كانت المارجنال كوست من 215 ل 240، والفاريبل كوست من 227 ل 229. تعالى كده نشوف مع بعض اهي، ما بين 5 و 6 يونت كانت الكوست ما بين 27 و 229، وكذلك الريفنيو لو انت بصيت معايا هنا هتلاقيها فين، بس هنلاقيها بقى في اول مثال خالص اهي، من 215 ل 239. شفتوا اللعبه عامله ازاي؟ طيب تعالى كده نرجع للايه؟ للمثال بتاعنا، النقطه اللي كنا بنقرا فيه اهي، كانت 200 مارجنال كوست من 215 ل 240، والافريج فاريبل كوست 227 229. خلي بالك انا رحت في تيبل غلط، انا كان المفروض اروح هنا في المارجنال كوست اللي هو ده، واجي هنا ما بين نقطه 5 و 6 واقول لك المارجنال كوست اهي، اهي ما بين 215 و 239، اللي هي نفس النقطه اللي فيها الافريج فاريبل كوست راحت فين اهي، من 200 كام؟ من 227 ل 229، مقتربين من بعض جدا. كويس، تعالى بينا نروح للايه؟ للي بعده اللي هو افريج توتال كوست. زي ما انتم شفتوا الافريج توتال كوست كده بتبدا عاليه، لان الافريج توتال كوست هنا بدات في الاول 570، وبعد كده هتبدا تنخفض تنخفض. ليه بتنخفض يا شباب؟ لان الكوست بير يونت سواء فيكسد عماله تنخفض، وسواء فاريبل عماله تنخفض برضه، لان العمليه الانتاجيه بيحصل فيها تحسن، فتلاقي الافريج توتال كوست هي كمان بيحصل فيها انخفاض، هتفضل تنخفض 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 كده كده اهو، تنخفض تنخفض
لغاية ما توصل لنقطة معينة تتقاطع فيها مع المارجينال كوست، وبعدين ايه تبدأ تطلع تاني، ترتفع ترتفع ترتفع. ليه هترتفع؟ علشان الفاريبل كوست بير يونت هترجع تزيد تاني. تعال نشوف الكلام ده مكتوب ازاي. اهو افريج توتال كوست بيهاف سيميلرلي، السلوك هيكون مشابه جدا للافريج فاريبل كوست. الديكلاين ريبيدلي، بتنزل منخفضه بشده، اند ذن بيجين جرادولي انكريز. اهي بص كده الافريج توتال كوست ايه اللي حصل لها، نزلت انخفاض شديد سريع كويكلي، وبعد كده بدات تزيد جرادولي بالتدريج. كويس. كمان بيقول لك ايه، average total cost also reach its minimum، بتوصل للمينيمم بتاعها at the point where marginal cost cross it. شايف بقى المارجنال كوست فين؟ اهي نقطه تقاطعها هنا، اقل نقطه للافريج توتال كوست هي اللي تقاطعت فيها مع المارجنال كوست. ولو حضرتك عملت اسقاط كده هتوصل عند ايه 7 هنا كده، واخد بالك؟ تعال نشوف بيكمل الكلام ده ازاي. اهو بيقول لك عمل لها ايه كروس او تقاطعت معاها just after 7 يونت، بعد ما 7 يونت. لو حضرتك رحت شفت في الاكزامبل هتلاقي المارجنال كوست كانت 280 والافريج فاريبل كوست 279. شايف الاقتراب عامل ازاي؟ 280 و279. اهي بص كده، اهي عندي 7 يونت، اهي فين 279 الافريج توتال كوست. ولو رحت شفت المارجنال كوست هنا اهي عندي 7 يونت، هتلاقيها كام؟ هتلاقيها برضو ايه المارجنال كوست 279. شايف التشابه عامل ازاي؟ هنا 279 وهنا كمان ايه 279، اللي هو مقربها لايه للرقم، مخليها 280 يعني. ماشي. كمان بقى بيقول ايه as a general statement، ولو جينا قلنا كقاعدة بقى، هتلاقي الافريج توتال كوست بتساوي الافريج فيكسد كوست زائد الافريج فاريبل كوست. كلام منطقي والله. لو حضرتك كده شفت التوتال بتاع الافريج توتال كوست هتلاقيه دايما بيساوي الافريج فيكسد كوست زائد الافريج ايه فاريبل كوست. حلو. طب تقدر توريني الكلام ده على التيبل؟ ركز معايا قوي. بص شايف الحتة اللي انا واقف فيها دي كده، بص 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 بص، شايف عامله ازاي؟ شايف عامله ازاي؟ دي نفس بالظبط الجزئيه اللي تحت دي، شايف؟ خد بالك اهو، شايف يعني ايه؟ يعني عايز اقول لك ان الجزئيه اللي هنا دي، شايف السهم ماشي فين في الحته دي كلها، هتلاقيها مشابهه تماما او مساويه للجزئيه اللي تحت دي كلها. تعالى كده نشوف ازاي. بصوا بيقول لك ايه، thus ولذلك the distance، المسافة between average total cost and average variable cost curve is always the same. تعال نشوف كده average total cost و average variable cost، فين الكلام ده؟ اهو ادي ال average total cost اللي هي الحتة الصغيرة اللي جوه دي، وما بينها وما بين ال average ايه؟ ها variable cost، هي the same. شبه ايه بقى بالظبط؟ the same as the distance، شبه المسافة بالظبط between الايه؟ ال average fixed cost curve and the x axis. ادي الافريج فيكسد كوست كيرف اهو، وادي الايه الاكس اكسس اللي هو اللي تحت ده. عرفت بقى؟ يبقى اذا المسافه اللي هي جايه من فوق عاليه كده ونازله لتحت مشابهه تماما للمسافه اللي جايه من فوق عاليه كده ونازله لتحت. وكانه عايز يقول لك ان التوتال كوست هنا، شايف التوتال كوست دي بتساوي الافريج من افريج توتال كوست الافريج فاريبل كوست زائد الايه لحد الافريج فيكسد كوست. فيقدر يقول لك هنا ان ديت هي الايه التوتال كوست بس. طيب ايه بقى المارجنال كوست بقى في القصه دي؟ المارجنال كوست قلنا هي الكوست اللي بتزيد معايا بانتاج يونت جديده. هتبص تلاقي الاول المارجنال كوست ايه اللي بيحصل لها؟ بتبدا عاليه هنا شويه، تبدا تنخفض تنخفض تنخفض. ليه بتنخفض يا شباب؟ علشان زي ما قلنا ديت عباره عن ايه؟ ان العمال بياخدوا خبره اكتر وهم شغالين، فتبدا الكوست تنخفض منهم شويه، بعد كده ترجع تزيد تاني. وهي بتزيد هتتقاطع مع الايه؟ مع الافرج فاريبل كوست ومع الافرج ايه؟ توتال كوست. حلو. شايف بقى هنا المينيمم افرج توتال كوست والمينيمم ايه؟ والمينيمم افريج فاريبل كوست. هنا بقى اللي تقدر تقول فعلا انا اقدر اعظم البروفيتابيلتي او الربحيه بتاعتي ازاي. بس شفت اللعبه ظريفه ازاي؟ يبقى انا اذا هنا استنتج من القصه بتاعت النهارده دي كلها ايه؟ استنتج منها حاجه واحده، ان اعلى نقطه في الربحيه هي ان المارجنال ريفيو، وهو الربح او الايراد الاضافي اللي هيجي لي، بيساوي الافريج، بيساوي الايه؟ ها المارجنال كوست. يبقى اذا مارجنال ريفنيو يساوي المارجنال كوست يدي لك اعلى بروفيت ماكسمايزيشن. وعملنا القصه ديت اثبتناها كمان من خلال الايه المثال ده. بس دي كده كانت ايه حاجه بسيطه تعرفك ازاي تعمل ماكسمايزيشن للبروفيت، ولكن على الايه على الشورت ران. طب انا ليه باكد دايما على موضوع الشورت ران؟ لان احنا اتعلمنا ان اي كوست في الدنيا هيجي عليها يوم في الايام وتتغير وتزيد. فانا لما هتكلم على المارجنال اناليسيس هركز معايا في الشورت ران، وهو اللي بيفترض ان الكوست ثابته خلال الايه الشورت ران، وكلامي على الفيكسد كوست.
بس ادي كده القصة بتاعت البروفيت ماكسمايزيشن النهاردة، كانت ظريفة ما فيهاش اي مشاكل، سهلة قوي. ان شاء الله المحاضرة اللي جاية نبدأ بقى ناخد كمان شوية حاجات اضافية مهمة قوي في موضوع الديسيجن اناليسيز والمارجنال اناليسيز. واشوفكم على خير في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.